تقعد معايا قد ايه يعني؟ يعني المره الجايه بقى على ما اجي اشرح هقول لك حاجه. التقشير حاجه علاجيه بيور يعني انا بعالج بيها. تقعد قد ايه؟ هي هتقعد، هي حاجه انت عندك مرض وعالجتيه هيفضل. بيشيل النمش كمان وكده؟ بيشيل النمش ده وعليها. خلينا نتفق ان في حاجات ممكن ابقى محتاجه للليزر عن التقشير. اوكي. من ضمنها النمش. وعليها عروض؟ كله عليه عروض. كله عليه عروض؟ ثقي. يعني كام في المية؟ البيلنج من اكثر الحاجات اللي عليها عروض. يعني ممكن توصل ل 30-40%. ونتائجه تحفه. ومن اكثر الحاجات اللي انا بقترح عليها على المريض انه يعملها، لان هو في الاول والاخر طالع بنتيجه مضمونه 100%. ثانيا دفع فلوس قليله قوي. ثالثا مستريح جدا هو بيعمل. يا سلام، افتحي نفسنا كده. طيب السؤال اللي بعده، تعالي كلمينا كده على مراحل التجاعيد. تمام. يعني من الاول بتبتدي فاين لاينز، زي خطوط رفيعه، بعد كده بتبقى خطوط عميقه شويه، بعد كده بنستعمل بوتوكس، بعد كده بنستعمل ايه المراحل؟ خلينا نتكلم ان انواع التجاعيد بدايه من بشره مفتقده النضاره، دي بشره مستعده للتجاعيد. اوكي. اوكي. هنبتدي نتكلم ان احنا عندنا انواع من التجاعيد اللي هي في المراحل دايناميك. انا خدت الرياكشن، بدات عندي الخطوط تبان. يعني ضحكت، بداوا النزول الابيض يبانوا، الماريونيت يبانوا، الكراوس فيت يبانوا، كشرت، بداوا الجلابيلا هنا ال 111 بنتكلم عليها، رفعت حواجبي، بداوا الخطوط الافقيه اللي بتبقى في الجبهه تبان. اوكي. طيب اوكي، بعد فتره انا مش بس لما اخد الرياكشن هيبتدي عندي تجاعيد، لا ده بقى في الاستاتيك، انا قاعده ساكته اهو لكن في وشي بدات الخطوط وثابته وخلاص ما تتحركش. وبتدي عجز كمان. طبعا بتدي عجز. طبعا. وبعد كده هنخش مرحله التهدل بقى، ما عادش خطوط. لا ده انا بقى الفك عندي مش محدد، خدودي وقعت. زي الصوره دي. هنا زي الصوره دي. انا بقى عايزه اعرف فين استعملتي فيلر، فين استعملتي بوتوكس، عشان الناس تفهم ايه الفرق بين البوتوكس والفيلر. الحقيقه ان الحاله دي ممكن تستعملي لها بوتوكس وفيلر وما تطلعيش بنتيجه مرضيه، فانت بتبقي محتاجه ان انت تستخدمي خيوط. ليه؟ بصي على الخدود بتاعتها. ايوه. شايفه؟ يعني مش قصتي بس ان انا اعمل لها اوجمنتيشن، مش قصتي ان انا اعمل لها يعني تضخيم للخدود، لا قصتي كمان ان انا عايزه ارفع لها الخدود واحدد لها خط الدقن. تعملي كونتورنج. واعمل لها كونتورنج. ايه القمر ده؟ ايه القمر ده؟ ايه عملتي ايه؟ شفتي الحاله دي اختلفت جدا مجرد ما بدانا نشتغل عليها. الحاله دي عملت حاجه اسمها هايفو، حطت بوتوكس، حطت فيلر، 100% الدنيا اتظبطت معاها.